الوزير. شكرا السيد المستشار المحترم. هذا السؤال هذا يعني تيمس جميع المواطنين، لانه القضيه ديال حوادث السير في البلاد ديالنا تتشغل الجميع. بغيت نذكر بان البلاد ديالنا تتوفر على استراتيجيه وطنيه للسلامه الطرقيه للعشريه ما بين 2017 و2026، وكان الهدف منها نقلصوا من عدد الوفيات بنسبه 50% في افق سنه 2026، ولكن خلال الخمس السنوات الاولى ما توصلناش بالهدف لو ميديون اللي كنا تنتسناو ديال 25%. خمسه ديال الرهانات استراتيجيه يجب الاشتغال عليها تتمثل 87% من مجموعات القتلى على المستوى الوطني. 28% ديال القتلى راجلون. مستعملو الدراجات الثنائيه وثلاثيه العجلات 24%. الوفيات اللي نجمع عن حوادث السير اللي تتورط فيها مركبه بوحدها 16%. الاطفال اللي تتقل اعمارهم على 14 سنه 10% ديال القتلى في الطرق المغربيه. والوفيات الناجمه عن حوادث السير اللي تتورط فيها مركبات النقل المهني 8.7%. هذه الاحصائيات المؤقته للحوادث، يعني على اضافه على هذا، الاحصائيات المؤقته لحوادث السير المسجله ببلادنا خلال الخمس اشهر الاولى من سنه 22 تتوضح واحد المنحى التنازلي، وخصنا يعني نتمنوه ولو انه ماشي في المستوى المرغوب مقارنه مع 2019، بحيث انه انخفاض عدد القتلى بنسبه 6.3% تسجل مقارنه مع سنه 2019. والاحصائيات النهائيه لسنه 2021 تتبين 2.41% مقارنه مع سنه 2015 اللي هي السنه المرجعيه ديال الاستراتيجيه، مقابل 25% اللي كنا تنتخاو. ما بلغناش الاهداف المرحليه الاستراتيجيه، ولكن عندنا يعني تسجيل ديال بعض النقاط الايجابيه. اللي غادي تقوم به الوزاره ان شاء الله هو انه غادي تنجز دراسه باش تقيم المخطط الاستراتيجي الاولي ديال خمس سنوات، باش نفهموا شنو هما المكامن ديال الضعف ديالو، ونقدروا نصبوا يعني نعدوا مخطط ثاني للخمسيه اللي جايه من بعد منه، باش يعني نحدوا من هذه المشكله ديال حوادث السير في الطرق المغربيه. شكرا.